وخليني هنا اتوقف عند حاجة جديدة الحقيقة، لأن خصوم هذا البلد لا يتوقفون على الإطلاق عن عمل حيل لزرع القلق في هذا البلد. طب إيه الحكاية الجديدة اللي حاصلة؟ يوم الخميس اللي فات طلع المدعو أيمن نور في إسطنبول، عمل مؤتمر وأعلن عن تدشين ما أسماه هو اتحاد القوى الوطنية المصرية. اتحاد القوى الوطنية المصرية، خلي بالكو كويس جدا من هذا الكلام، وخلي بالكو احنا بنركز على الموضوعات دي لأنه من باب اعرف عدوك. احيانا يقول لك انتوا مهتمين ليه لا، والناس دي في ناس ما بتبقاش عارفه هم بيعملوا ايه وانتوا اللي بتعرفوهم. ما هو انت لازم تعرف لانه هذا تخطيط عدوك ليك. يعني هنا احنا مش بنعمل دعايه للاعداء، انت بتعرف الشعب هذا الشعب مين عدوه والى اي شيء يخطط عدوه. بعد ما عمل ايمن نور حاجات كتير هو والاخوان، وعملوا قبل كده يعني ايه، يقول لك ائتلاف القوى الوطنيه، لجنه القوى الوطنيه، المجلس الثوري، وكلها حاجات تطلع وتفشل كما سيفشل اتحاد القوى الوطنيه ده. يعني انا بقول لايمن نور اهو على الهوا، الاتحاد اللي انت اعلنته يوم الخميس انت والاخوان، لانه هو ايه ايمن نور بيحاول يعمل ايه دلوقتي، يقول لك طب يا جماعه انتوا قاعدين تقولوا الاخوان احنا هنعمل اتحاد قوى وطنيه في كل الاتجاهات وما هوش بتاع الاخوان، وهو كاذب تماما في ذلك. المشكله ايه الجديده؟ انه ايمن نور بسلامته عامل مجلس رئاسي هو رئيسه، وبعدين ناس بقى كتير. عاوز اوري لحضراتكم بس وهو بيعلن الاسماء بتوع المجلس الرئاسي، خلي بالكم يا جماعه ده اتحاد الخيانه العظمى، الخيانه العظمى، لانه انت تبقى بلد مستقره وبلد حصل فيها انتخابات رئاسيه مرتين وحصل فيها انتخابات نيابية مرتين والانتخاب لمجلس الشيوخ والدستور اتعمل والناس طلعت في استفتاء لتعديل الدستور، ففي شرعية دستورية وفي استقرار لهذا البلد. يطلع بقى هذا الفأر المذعور المحقون فيقول لك ايه مجلس رئاسي. سمعونا كده عشان هذه لحظات نسجلها للتاريخ، عشان لما يفشلوا ولما ييجوا ويتعاقبوا ويتحكموا بتهمة الخيانة العظمى يبقوا فاكرين ان احنا كنا كاشفينها. ورونا كده الاخ ايمن المجلس الرئاسي، سمعوني يا شباب. تشكيل المجلس الرئاسي، الرئيس ايمن نور، مساعد اول الرئيس الدكتور اسامة رشدي، نائب الرئيس للشؤون السياسية الدكتور عماد الوكيل، مساعد الرئيس للشؤون الداخلية الاستاذ حسام الغمري، مساعد الرئيس للتنظيم واللجان الخارجية الأستاذ الإعلامي أحمد سمير، نائب الرئيس لحقوق الإنسان الأستاذ فريد الزيات وهو مقيم في البوسنة، مساعد رئيس أو الرئيس للشؤون الفاعليات الدكتور عمرو مصطفى وهو أيضا من المقيمين في أوروبا، مساعد الرئيس لحقوق الإنسان دكتور ياسر شلبي، مساعد الرئيس للجان التخصصية دكتور محمد جابر، نائب الرئيس للعلاقات الدولية الدكتور محمد عقدة، مساعد الرئيس للعلاقات الدولية الدكتور علي العوضي، مساعد الرئيس للشؤون البرلمانية الأستاذ أحمد جاد، مساعد الرئيس للشؤون المالية الأستاذة ماجدة محفوظ، نائب الرئيس للإعلام الأستاذ عماد البحيري، نائب الرئيس للشؤون النيل والأمن القومي الدكتور العالم اللي بنعتبره من أهم علماء المياه والسدود الدكتور محمد حافظ، الشخصيات العامة الدكتور عبد الموجود الدرديري، الإعلامي محمد ناصر، الأستاذ عصام اسكندر، مجلس الحكماء الدكتور أحمد عامر، الدكتور حسام فوزي، دكتورة سامية هارس، الدكتور بهجة الصغير، دكتور عز الدين. طيب هذه هي لحظة الخيانة العظمى التي يتوج بها أيمن نور تاريخه القذر، وأنا بقول كلام مسؤول عنه، أنا هذا الرجل يحمل على كتفيه تاريخا قذرا بشكل كامل، اللي هو إيه
بيعلن تأسيس مجلس رئاسي. عايز اوري حضراتكم صور الناس اللي هو قالها دي. ليه؟ لانه دي قائمة العار، قائمة الخيانة العظمى لمصر. لانه قال مين؟ ورونا كده ايه؟ مشوا معايا شباب كده واحد واحد. قال لك ايمن نور، صور يعني، خلونا نوري للناس الصور فانتوا عارفين ايمن نور. بعد كده اسامة رشدي اهو، احفظوا هذه الاشكال جيدا، لانه من المفيد انه الانسان يحفظ صور واشكال اعدائه. قال لك اسامة رشدي، وبعدين عماد الوكيل، وحسام الغامري اهو، واحمد سمير. احمد سمير بقاله لازمه، يعني احمد سمير في المجلس الرئاسي، اللي هو الواد بيطلع على الشارع مش عارف يقول كلمتين بقى في المجلس الرئاسي. وبعدين فريد الزيات، فريد زيات، عمرو مصطفى. يلا معانا بسرعه عشان الناس ما تضيعش وقت. عمرو مصطفى، طيب ياسر شلبي مش معانا. عمرو مصطفى، ياسر شلبي مش معانا. محمد جابر معانا؟ طيب محمد جابر، طيب محمد عقدة، علي العوضي، علي العوضي، أحمد جاد، ماجدة محفوظ، عماد البحيري، أيوه برضو عماد البحيري بتاعه بتاع الشرق، يعني أيمن نور جايب الصبيان بتوعه. وبعدين محمد حافظ مش معانا. عبد موجود الدرديري ده موجود، عبد موجود الدرديري. محمد ناصر طبعا، محمد ناصر اهو لازم يكون في المجلس مع ايمن نور لاسباب يعني مدخرينها لوقتها. ايمن نور فاهم. عصام اسكندر مش معانا. احمد عامر، حسام فوزي، ساميه هارس موجوده، عز الدين علام. طيب دول احنا الصور اللي مش معانا فيهم فريد الزيات وعمرو مصطفى وياسر شلبي ومحمد حافظ وعصام اسكندر وحسام فوزي وعز الدين علام. دول يا جماعه ناس جرى لعقلها حاجه فعليا، لانه النهارده ايه ايمن نور عامل قال لك اتحاد القوى الوطنيه المصريه، اللي هو بقى هيحرر من خلاله الشعب المصري من النظام، وهيجي يخوض ثوره هذا الشعب. طبعا هذا الاتحاد تحديدا مؤسسه ايمن الوقتي عشان يمنح نفسه والمجموعه اللي معاه شرعيا انه يتكلم مع الامريكان ويتكلم مع الغرب، لانه هو خاطب بايدن اكتر من مره وبعت له وقال له لازم تتدخل في الشان المصري وتشوف اوضاع حقوق الانسان في مصر. فاللي هو استعرضوا هذه الصور، هذه صور الخونه ووجوه الخونه اللي احنا هنشوف دول مين ومين وراهم ايه. هم عاوزين يعملوا الاتحاد ده عشان يقولوا ده اتحاد وطني واتحاد من مختلف الاتجاهات، وعلى اساس ان دول كلهم مش خدم عند جماعة الإخوان. فجماعة الإخوان عملت إيه؟ قامت مولعة فيهم وقامت مطلعة بيان أهو قدام حضراتكم. قال لك إيه؟ دكتور طلعت فهمي أو اللي هو المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان، وده كان يوم الجمعة 12 فبراير. قال لك جماعة الإخوان ترحب بتأسيس اتحاد القوى الوطنية المصرية، ترحب جماعة الإخوان المسلمين بتأسيس اتحاد القوى الوطنية المصرية في الخارج، وتؤكد أن دعمها لتأسيسه يأتي انطلاقا من موقفها التاريخي والثابت بمواصلة كفاحها في خدمة قضايا الشعب المصري الأصيل، وبالتعاون المخلص مع القوى الوطنية صفا واحدا دون أن تتقدم عليه أو تتأخر عنه. والله أكبر وتحيا مصر. كويس؟ فإذا جماعة الإخوان قامت طالعة مولعة النار، قالت لك البتاع ده برعايتي، بتأسيس أنا معاهم موجودين، وإحنا مش هنتأخر عن دورنا. هذا الاتحاد أنا أجزم إنه تقف وراءه بشكل أساسي مخابرات تركية ومخابرات القطرية وجماعة الإخوان الإرهابية بشكل أساسي، لأنه أيمن نور في النهاية أجير. وبعدين أنا عايز أقول للناس اللي انتخبوا أيمن نور رئيس لهذا الاتحاد، يعني أيمن نجح في إيه يا جماعة قبل كده عشان الناس تقول له أنت رئيس هذا الاتحاد؟ وبعدين قال لك إنه إيه ده رئيس مؤقت وكل ست شهور هيبقى فيه رئيس. والله العظيم أنا بوجه للناس دي سؤال، وللجماعة اللي هم المراكيب أيمن نور دول سؤال، يعني هذا الرجل نجح في إيه من يوم ما ظهر في الحياة السياسية المصرية؟ نجح في إيه؟ هذا رجل فاشل، ويعني ينتقل من فشل إلى فشل طول الوقت، ولا توجد له كرامة ولا قيمة على الإطلاق في أي عمل سياسي. هو الرجل ده يعمل لمن يدفع ويتحدث بلسان من يدفع له فقط لا غير. ولذلك نبشركم بفشل هذا الاتحاد، لانه الناس صحيت، الناس في مصر صحيت، والناس في مصر شايفه
اللي بيحصل في البلد، والناس في مصر عايزة تحافظ على ده، لكن انتوا خدتوا من المعارضة سبوبة ومن النضال سبوبة. لانه انا بقول لحضراتكم افتكروا يا جماعة الاتحاد ده، عشان لما هيفشل ويضربوا في بعض هنقول لكم، ولما ييجوا ان شاء الله دول كلهم ويتحكموا بتهمة الخيانة العظمى نبقى نقولنا لحضراتكم ايه اللي حصل. برضو بنوريكم الناس عشان تعرفوا اعدائكم. مهم جدا ان الانسان يبقى عارف عدوه وعارف تحركاته وعارف هو بيعمل ايه. ايه اللي هيعمله ايمن؟ على فكرة قاعد يقولوا لك ان هم بقالهم 6 شهور بيرتبوا ويعملوا اجتماعات وتعبوا جدا في الاتفاق، وجابوا الاسماء دي عشان يعملوا بيها مجلس رئاسي، وزي ما انتم شايفين يقول لك نائب الرئيس مساعد الرئيس. يعني يا جماعة ما هو مش مفيش بلد بحالها تدفع تمن واحد فاشل كان بيحلم انه رئيس وما قدرش يعمل حاجة، لان دي مش كده ايمن نور عقدته، راجل عايز يبقى رئيس فشل، فهو قاعد يتآمر على هذا البلد طول الوقت. ندفع تمن فشلك يعني في تحقيق اللي انت كنت عايزه؟